تحياتنا للجميع من جديد، نصبح عليكم، نتمنى انه يكون صباحكم مشرق وجميل. هذه الفقرة ضيفنا فيها هو سعادة نقيب الفنانين الأستاذ الفنان ساري الأسعد. نستضيفه اليوم بسبب رحيلا لأحد الأعمدة الفنية الدرامية في المشهد الدرامي الأردني. رحل عنا مؤخرا الأستاذ علي عبد العزيز أبو طارق، كل الفنانين بيعرفوه باسم أبو طارق، ويعني إحنا أكيد أحر التعازي لعائلته، للفنانين، للمشهد الفني الأردني، ولنا كمشاهدين أحببنا علي عبد العزيز الفنان الراحل. يسرنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ ساري الأسعد لنتحدث عن هذا الرحيل وشؤون أخرى تخص الفن الأردني والفنانين الأردنيين. الأستاذ ساري الأسعد صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. العمر إلكم، إحنا بنعرف أنه أنتوا برحيل كل فنان تشعرون بغصة وبألم خاص فيكم أنتوا كفنانين أردنيين. ورحيل الأستاذ علي عبد العزيز كان واحدة من هذه الغصات التي شعرتم بها. إذا بدك تحكي لنا عن علاقة الفنانين بالراحل علي عبد العزيز. أول شيء صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين الكرام. أبو طارق الأستاذ علي عبد العزيز كانت علاقته بزملائه علاقة يعني أن ما بتخيل في حد علاقته بزميله زي علاقة علي عبد العزيز بزملائه. علي عبد العزيز كان ملح لكل الأعمال الأردنية. يستحيل أنك تشاهد عمل أردني فيش فيه علي عبد العزيز ولو بمشهد واحد. مظبوط. كان على علاقة كثير حميمة مع كل زملائه، مع أصدقائه، مع جيله، مع الجيل الجديد، ومع الجيل اللي لسه مبتدئ. مظبوط. يعني كان يحتضن الكل، كان صاحب، يعني إذا دخل موقع تصوير كانت الابتسامة تعلو وجوه الزملاء. وهو الله يرحمه كان مشهور بمقالبه يعني في الزملاء يعني. نعم. سواء نعم. في عمان أنا ولا في دبي. قرأتها قبل حتى ما يعني تذكر هاي النقطة، عم بستعرض ماذا قال الفنانين في رحيل الله يرحمه الأستاذ علي عبد العزيز. كلهم أجمعوا أنه صاحب نكتة، المرح حاضر جدا في شخصيته. صح. وقصة المقالب هي كمان كانت يعني واحدة من المميزات. صح، كان الله يرحمه صاحب نكتة وصاحب صاحب خف الظل، يعني خفيف ظل، وكان يحبوه يعني المخرجين كلهم يحبوا علي عبد العزيز يشتغل معهم. نعم. حتى المخرجين العرب مش بس الأردنيين. نعم. كانوا يحبوا يكون علي عبد العزيز موجود. نعم. لأنه يطفي على موقع التصوير بهجة وسرور. نعم. حقيقة يعني أنت أيضا ذكرت، وإحنا عم نشوف طبعا مشاهد للراحل الله يرحمه، ذكرت برضو في تصريح صحفي برحيل الأستاذ علي عبد العزيز أنه هو من الرواد الذين حفروا في الصخر يعني لكي يزدهر المشهد الدرامي الأردني. بأي معنى ذكرت، بأي معنى يعني قصدت أنه هو حفر في الصخر أو ربما كان في مسيرة فنية صعبة في البدايات؟ بالمناسبة زميلنا، أنا بعتبره فناننا الأردني، أنا ما بعتبره، لأنه فكرة الأردن كلها فكرة قومية، يعني الأردن تأسست على الفكر القومي. مظبوط. عرفت، وانطلاق الثورة العربية الكبرى. علي عبد العزيز ما كانش أردني، عرفتي، بس رغم ذلك كان يحمل معول إلى جانب معول الأردنيين. نعم. ويحفروا في الصخر. هم من عبدوا لنا هذه الطريق. هم من أوصلونا إلى ما نحن فيه الآن. هو من مصر. هو لا، هو الأصل، الأصل الأصل يا فاوي، بس معه جواز مصري. ورجع الأردن بال 68. بس خلص ما حدا عاد بيميز. وبقي وإحنا ما كناش نحس بالضبط، يعني حتى في الأعمال الدرامية، حتى الناس الأردنيين، إحنا الأردنيين ما عرفوا أصلا إنه مش أردني إلا لما يعني غادر الحياة. يعني هي هذا الأردن الذي يظهر الجميع الحمد يا لله. الله. في اللي بدي أحكي في لك. وهذا أيضا علي عبد العزيز الذي شعر، ونحن يعني أوفياء له. نعم. ونحن كذلك أوفياء. إحنا من بنى معنا ولو لبنة واحدة سنذكر عبر أجيال. طبعاً. فعلى عبد العزيز انحفر بقلوبنا. نعم. وانحفر. نعم. بعقول أبنائنا وبعقولنا، وما ممكن ننسى لعلى عبد العزيز. نعم. ما تحت أي كل الظروف. والدليل على ذلك يعني أنا يعني الآن، لأنه
قيل بعض يعني بتعرفي احيانا هناك يعني بتناولوا اشياء على المواقع الاخباريه انه تركوا ما عملوا شيء ما كذا فيه. حقيقه شوفي لا نقابه الفنانين كرسنا كل جهدنا حتى زملائنا. انا هون بدي اذكر زميلتين او ثلاثه كانوا يوميا عند الاستاذ علي عبد العزيز اللي هي لارا الصفدي ونجلة عبد الله فيما يتعلق بحاله الاستاذ علي عبد العزيز مبالغ فيه طبعا الكل مش مبالغ حتى هو ينافي منه. الصحه ما فيش منه ويجافي الصحه ما في منه هذا الحكي بس دائما انتم كمان استاذ ساري في نقابه الفنانين وهدف وطموح الفنانين الاردنيين انه كمان النقابه يعني ما يكونش في شكل من أشكال الهبات على الفنان بقدر ما هي النقابة تكفيه بالفعل يعني في مرضه وفي حياته وانتو هذا كمان يعني من الأهداف اللي عم تشتغلوا عليها أنا مشتغل هذا بالضبط يعني وين صرتوا بهذا أنا سأدخل في شأن النقابة الآن الموضوع اللي له علاقة بالحياة الكريمة للفنان الأردني كل الفنانين الأردنيين بيقولوا أنه يجب أن يعيش الفنان الأردني الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا غير الفن ما بيقدرش يعمل شيء غير أن يكون فنان لا بيقدر يفتح محل خضرة ولا بيقدر يعمل مشروع استثماري هو فقط فنان كيف يحفظ حياة كريمة في حياته وفي مرضه الفنان الأردني شوف أحكي ودوركم في النقابة بهذا احنا المجال احنا دورنا بالنقابة نسعى جاهدين ليلا نهار احنا عندنا مشكلة يعني احنا الدولة غضت الطرف عنا كثيرا وأنا من حقي كمواطن طبعا أن أسكن وأنا أعمل وأنا أعيش زي المواطنين طبعًا. من حقي هذا حق كل مواطن أردني نعم. الدولة تخلت عن دورها تجاهنا وهي حقيقة ولازم يسلموا فيها ويبدو أنهم لا بيقرأوا ولا بيسمعوا مسؤوليننا بس يا رب يعني في يوم من الأيام أحد منهم بالصدفة يستمع لهذه الشكوى ولهذه القصة لأنه إحنا إذا بتلاحظي كل مهرجان عم بنسميه باسم فنان لأنه غدرنا فصار الواحد خايف كل يوم صار ينعى فنان أيوة ينعى فنان وبدنا نسأل الأعمار بيد الله الأعمار بيد الله هذا يعني هذا من الله نعم ولكن يعني لكن أعطونا قانون وفي هناك مؤسسات تحارب هذا القانون وأنا يعني أقولها على الهواء الهيئة الملكية للأفلام أنا في عندي قانون في المادة 45 من مادة 41 ل 45 من حقي استيفاء رسوم ليش يجي فيلم تكلفته 20 مليون و 30 مليون و 100 مليون يجي يحجز نص عمان لفترة أسبوع النقابة لم تتقاضى قرشا واحدة ويقول لك نحن كفنانين بنهرب الاستثمار من البلد تخيل فيلم ب 20 30 مليون مش قادر يدفع نسبة ضئيلة لنقابة الفن وهذا حق الحمد لله يعني كفلنا إياه القانون بإرادة ملكية مش أنا مش من عندي ما زالت تصر الهيئة الملكية على العناد رغم كم اجتماعات لا تعد ولا تحصى اسمحونا على الأقل اسمحونا أن نعيش خلونا نأخذ حقوقنا حتى نعيش الدولة مش مقدمة إشي إلنا طب أعطونا مجال نطبق قانوننا نطبق قانوننا رفضين يعني إحنا بنقول النقابة موجودة لحفظ حق الفنانين الأردنيين من حقها أن تطالب بشكل دائم بحق الفنان الأردني بحق النقابة في أن تبقى نقابة قوية لتحافظ على حق الفنان الأردني هذا حقكم دائما وإحنا معاكم كإعلام أيضا يعني الأستاذ ساري المهرجانات المختلفة أنا كنت معاكم في مهرجان عمون لمسرح الشباب وقلت شيء مهم كتير بحفل الافتتاح أنه يجب أن نعيد مراجعة كل ما تم عرضه في المسرح في المهرجانات المسرحية والمواسم المسرحية على مستوى في هذا الشأن بالتحديد شو مفكرين تعملوا لأنه نحن مبسوطين أنه في حالة مسرحية دائمة وكذا بس أنتوا عم بتحاولوا أنه يكون فقط يعني الجيد والأجود هو ما يعرض شكرا لك يعني أنا من لما استلمت أخذت على عاتقي أن لا أهادن لأنه إحنا كمان بنخاطب عقول بنخاطب ناس إحنا لمين نعمل فنا للناس فبالتالي مقترحي كان أنه في شهر 12 بعد ما يخلص مهرجان المحترفين سيكون هناك ثلاثة أيام ومتتالية تقييمية يقدم فيها أوراق عمل يقدم فيها توصيات يقدم فيها ندوات لقاءات
عصف ذهني بين كل المسرحيين، مش 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 فئة، كل المسرحيين عليهم أن يشاركوا، لأنه ما هو المسرح الذي نريد نحن كأردنيين؟ يعني أنا غير راضع كل الرضا عن اللي بصير، وهي حقيقة. هي قد يغضب مجموعة أو ترضى مجموعة، أنا مش معني، أنا معني كمان أنه النقابة بدها تقود الفعل الفني والثقافي للارتقاء، للارتقاء، مش مش نضل ساكتين على إذا عندنا خلل نصلحه. وهي هاي يعني لازم نعترف في حقائق، يعني إحنا مش كاملين، في عندنا خلل لازم نصلحه. هاي الندوات وهاي هاي كلها وراح نطبعها في كتاب، بالمناسبة راح تطبع في كتاب كل هذه التوصيات وكل هاي التعليمات، حالة مراجعة لتقديم وحتى نقدم أفضل في المستقبل، لأنه إحنا صار لنا في مهرجانات عندنا إلى 17 سنة. طبعا هذا ينطبق أيضا على الأعمال الدرامية التلفزيونية؟ طبعا طبعًا. لأنه في كتير كمان طبعًا. عدم رضا طبعًا. على الأعمال طبعًا. التلفزيونية برضو التي تقدم، على التلفزيونية وعلى المسرحية وعلى وعلى حتى الغنائية. وإحنا بدأنا بالحالة الفنية بشكل الحالة الفنية بشكل مراجعة. عام حالة مراجعة. نراجع ونشوف إحنا وين وصلنا، وين نحن من الآخرين، نشوف هل نحن متأخرين جدا، هل إحنا في الوسط، هل إحنا ما قبل خط النهاية، يعني ندور على حالنا وين كمان. هاي مفروض المراجعات مش تتم سنويا، مش كل 17 سنة. طبعا هذا المفروض طبعًا. لأنه عشان نخلق حالة متوهجة، حتى كمان أنا بدي مسرح جاذب للجمهور طبعا، ودراما وأغنية وموسيقى مش طارد. وإحنا عملنا مروة الكحلي والتلفزيون الأردني عمل مروة الكحلي، والآن في مجموعة أغاني كمان ستسجل. خلص يعني لازم نطلع من القوالب النمطية والمؤطرة. أنا بقول يكفي تكريسا للرداءة يعني وللرديئين، يعني حرام، لأنه في ناس مبدعين بيستنوا أدوارهم بالزبط. مش عم بيطلع لهم بالزبط. فرصة أنهم يقدموا ما هو مبدع وجيد. كلمة أخيرة أستاذ ساري، يعني بتحب توجهها للفنانين اللي يعني هم بتوسموا خير دائما بالنقابة وبنقيب الفنانين أيضا الأردنيين. شوف، بالنسبة لزملائي الفنانين أنا أعدهم وعدا قاطعا، وهم بيعرفوني كويس، لن أتوانى بالمطالبة بحقوقهم، ولن أهادن على كرامتهم أو حقوقهم. وستكون فترتي القادمة هي لإعلاء شأن النقابة وشأن الفنان وكرامة الفنان. إحنا أيضا بهمنا كمواطنين، كمتابعين، كمشاهدين، كمحبين لفنانيننا، بهمنا أيضا أنه تضل إن شاء الله ألق الفنان الأردني موجود وكرامته محفوظة. كل الشكر لك الأستاذ ساري الأسعد على وجودك معنا هذا الصباح، الله يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك. أعزائنا، إحنا فاصل صغير بنرجع لكم، متابع فقراتنا، لا زال بجعبتنا الكثير من الفقرات، خليكم معنا.